ازيكم عاملين النهارده؟ معاكم في فيديو جديد. حابب اعمل لكم المقدمه كده على السريع لان لسه فاضل 10 دقايق والمركب هيطلع. ده يا جماعه مركب كيب كينيرو. احنا هنا في كيب كينيرو، ده يعني زي 30 دقيقه من ملبورن، عامه لسه في فلوريدا. اسم المركب اورلاندو برنسس. انا هحط لكم اللينك تبع الصفحه بتاعتهم في الكومنتات تحت لو بتتفرج على الفيس، وفي الديسكربشن لو بتتفرج على اليوتيوب. لو انت حابب تخرج معاهم، اهم حاجه ما تنساش تقول لهم ان انت من طرف اول داي فيشنج، وان شاء الله هيظبطوك. انا دلوقتي هم بيدوا لك عدد صيد معاهم، بس انا بحب اجيب العده بتاعتي. انا طلعت معاهم انا كام مره وعملنا سمك كويس كتير، بس النهارده حاطط على امل ان انا اطلع نوعين، يا اما مانجرو سنابر يا اما كينج فيش، فنشوف ربنا يسهل وهنصطاد النهارده. حابب اوريكم العده، وجبت شويه جمبري معايا، فتعالوا نشوف اللي هيحصل. تعالى اوريكم الحاجه الاول. ده يا جماعه بن باتل 6000 رقم 2، ومعاه خيط 20 باوند. وده يا جماعه الاوجل ستيك. السناره ده انا جبتها ب 60 دولار، ارخص سناره جبتها، وبسم الله ما شاء الله اللي عندي دلوقتي شغاله تحفه يعني، ما بتقولش لا. وده الطعوم معايا، جبت شويه جمبري، وان شاء الله يعني جمبري صغير مش اللي بصطاد بيه دايما عشان ما لقيتش كبير في المحل. دلوقتي هطلع على المركب، ولو اي حاجه تاني هوريها لكم، فعايزين نلحق قبل ما المركب يسيبني. معاكم عبد الرحمن، قناة اول داي فيشنج، مكان الصيد كيب كينيرو فلوريدا. يلا بينا نبدا. دلوقتي لسه واصلين، معايا كام واحدة كبيرة اهو. لا ده مش كبير، في اكبر من كده. ايوه ده شايفين ده يا جماعه، ده المفروض للاكل مش للصيد، بس ان شاء الله يطلع وحوش. الاموات كبيره النهارده، بس انا سيبها تنزل لتحت خالص ان شاء الله. حاجه هبقفل المكنه على الاخر عشان ايه ما تاخدناش على الصخره. Come on, my friend. Turn the handle, buddy. Great White's got the gaff right behind you. Go, buddy. Get him up. What's up, bud? What's up? What's up? What's up? هركب سن تاني وارجع لكم. في حاجة بقى بتاكل فيها ايه؟ هي نزلت تحت خالص. بحارب غريب كده. دلوقتي ده يعتبر الطعم التاني. بسم الله ما شاء الله احجام كبيره، ان شاء الله ربنا يسهل تصطاد وحش. بس بينزل براحته تحت خالص. استنانا لا ياكل حاجة بين تاكل فيها ايه. تحس انها حاجة صغيرة كده، كبير بياكل ويجري. مش كبيرة هي. ده يا جماعة ليم سنابر، ده هيكون حجم قانوني. سمك غريب الشكل اهو،
كتير حلو في الاكل كده. اول سمكه قدرنا نحتفظ بيها وما شغال جمبري كبير، ان شاء الله نطلع حاجه اكبر من كده ان شاء الله. يعني في اخر اليوم هنوريكم كل حاجه. نرميها بعيد عن المركب كده، سيبها تمشي براحتها. هستنونا بقى لاي اكشن تاني. حاجة تانية باين بتاكل فيها ايه؟ رب تكون كبير زي اللي ضيعتها اول واحد. واحد تاني ايه؟ صغير. كانت نص ده اكيد كان حاجه صغيره. استنى حاجه زي الاولى يمكن ده يجيبها. تعالوا يا جماعه، انا دلوقتي الكبير ده بحب اعلقه في ديله كده بحس ما شايفين اتحرك براحته. سيبها تنزل تاني تحت ان شاء الله حاجه زي الاولى. شايفين انا قافل يعني نقفلها شويه كمان. انا اي حاجه كبيره بتجي اول ما تحس بالخيط تجري على الصخور على طول، وانا مش عايز ده يحصل تاني. الاولى يا اما قرش هاجم عليها يا اما اخدتنا على الصخور. يا جماعة سمكة ريد سنابر عملنا عليها فيديوهات كتيرة، بس للأسف هيرجع الماية تاني. ملحقش ياكل بس جمبري قطع نفسي، بس حطينا على أمل أنواع تانية نقدر نسيبها. تعالوا نحاول تاني. السن بتاع بس خالص، فأنا هضطر إن أنا أغير السن. تاني مرة مش عارف اقول ايه دلوقتي. ده تاني مرة تحصل حاجة كبيرة تيجي تاخدنا عند الصخور مع اني كنت قافل المكنة خالص. حاجة كبيرة، انا قلت اخد بريك بقى شوية. هيبدا يغير المكان دلوقتي كويس في نفس الميعاد اللي انا محتاج اخد راحة. ما جو حر، انا زعلان اوي. ده تعتبر تاني مرة نروح المكان الجديد ونرجع لكم تاني. دلوقتي وصلنا للمكان الجديد. انا كنت ركبت العده وكل حاجه. نجيب واحد من الكبار ان شاء الله. مفيش حاجه تدعم مننا المره دي. زي ما شايفين يا جماعه انا بعلقه في الديل، الحجم كبير. انا عايز ياخد راحته ويفضل يتحرك لان ده هو اللي بيجذب السمك. السمك تنزل براحتها تحت خالص. عامة شايفين قفل المكنة على الاخر عشان ما ياخدنيش على الصخور تاني، بس برضه ده يدل ان هو وحش كبير. سيبه ينزل براحته خالص تحت. دلوقتي انتظرونا لا يحش حاجة بان فيها ايه، رب تكون حاجة كبيرة. بدل بيعدي فيها كتير كده. اوه
واحدة تانية هي حجم قانوني، ده أكبر من الأول. بسم الله ما شاء الله. السمك ده اسمه الليم سنابر يا جماعة، وطعمه كتير حلو، ده مش هيرجع تاني الماية يعني. هندي للراجل يعلمه. بدور على حاجة كبيرة الزهر ما بقاش معانا، يعني لسه معانا جمبري كبير بس مش زي الأول. أغير السن ده، ركب بقى واحد أصغر منه شوية. ركب الحجم ده، أنا كنت مركب الأولى رقم 4، ده رقم 3. تحس إن الجمبري ما بقاش فيه كبير. تكون سايب الدايرة هنا في الأولى، سلم هنا كده وبس، تشد تتأكد تطلع معاك كده بالظبط. نقطع الحتة الزايدة، نستخدم بقى واحد من دول ان شاء الله، يعني ايه حاجة كبيرة يا رب زي اللي ضيعتها. انا كان نفسي اشوف بس ده ايه. حاجة تانية بس مش كبيرة. شجر فيش، لو تعرف اسمه بالعربي ما تنساش تقول لي عليه. فهيشوفوا دلوقتي على الحجم قانون ولا لا، هيشوفوا لو حجم قانون هنسيبه، لو لا هنصطاد غيره. حجم قانون، تعالوا نصطاد غيره. كل تفكير على السمكتين الكبار اللي ضيعتهم في الهواء. واحد كبير اهو، يا ولو ده يجيب لنا غمزه حلوه. تنزل لحتى تحت كده ان شاء الله نطلع حاجة تانية. عايز اوريكم حاجة، شايفين ده يا جماعة؟ هنقفل على الاخر عشان ايه ماخدنيش على الصفور، مش كل مرة يحصل كده. Coming, buddy. Good job.
سنابر. ده يا جماعه اللين سنابر بسم الله ما شاء الله سمك كتير حلو في الاكل. ده يا جماعه تاني واحده اهو خليكم معايا. ده يا جماعه سمك كتير حلو في الاكل موت على النار كده يا جماعه. ده اللي انا طلعته من النهارده. الشغل كان نايم شويه بس الحمد لله يعني ايه احسن من امبارح. فشايفين ده حجم كويس. المانجرو سنابر ده نفس اللي انا طلعته في سباشن يا جماعه بالطعام الصغيره. وده اسمه اللين سنابر. السمك ده كتير حلو في الاكل عامه. فبس كده رب الفيديو ده يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي.